وصلنا لفقرتنا الثانية ميسان، لليوم رح نناقش فيها كيفية تمتين المسلمات التي تمثل القيم والعادات والمفاهيم التي يبنى عليها المجتمع ومحاولات ضربها ليتم إلغاء ثنائيات طبيعية تخلق التوازن في المجتمع. هالمفهوم رح نسلط الضوء عليه ونعرف شو معناته مع الأستاذة عزة فيصل الكردي، استشارية نفسية وأسرية. صباح الخير. كيفك؟ صباح الخير والورد. صباح الخير، يسعد اوقاتك سيدة عزة. سيدة عزة، يمكن وقت بنحكي على العادات والتقاليد في كثير ناس هلا ممكن تقول انه ليش نحن بدنا نحافظ على العادات والتقاليد؟ ليش نحن بدنا نمتنا اكثر؟ بجوز فيها هي اغلاط هي العادات والتقاليد، ولكن الى اي حد مهم انه نحن نحافظ عليها حتى لو يمكن اضفنا شغلات جديده الى حياتنا؟ بداية، مفهوم الأعراف والتقاليد والعادات هو كتير مفهوم جدا مهم في حياتنا اليومية. لازم الناس تعرف شو يعني العادات وشو يعني التقاليد بشكل مبسط سريع. إنه العادات هي المجموعة الأعراف اللي بتوارثها الأجيال بتصير جزء من معتقداتهم، هي سواء كانت هاي العادات سلبية أو إيجابية بيصير جزء من معتقداتهم وبيعتبروها موروث ثقافي. أما التقاليد هي مجموعة قواعد وسلوكيات بتبناها مجموعة من الأشخاص. هاي القواعد وهي السلوكيات كمان هي بتكون بتساهم في بناء المجتمعات وبتصير أيضا بتستمد قوتها من المجتمع. التقاليد أهم من العادات بشق معين، أنه التقاليد هي دائما تعمل إحساس بالهوية وبتخلق دائما روابط بين المجتمعات وبين أفراد المجتمع، وبالإضافة إلى أنه التقاليد هي كمان بتعطيك شعور بالفخر والاعتزاز والامتنان لهويتك اللي أنت فيها ببلدك. فمن هون بيرجع أنه نحن ليش لازم نكون عنا تمتين أو لهي الأفكار حتى نحن نساهم أيضا أنه بتوثيقها. ليش؟ لأنه هي هذا الشيء، هذا التقاليد هو جزء من 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 شخصيتنا، جزء من بناء مجتمعاتنا الإنسانية، وبالتالي أيضا هو بيتجسد أكثر لما بيكون نحن كيف نحن بدنا نمتن هذا الشيء. لما بيكون عنا زيادة الوعي تجاه هذا الموضوع وفهم واضح من الأفراد والأشخاص بالمجتمع أنه لشو هيك نحن عم نتصرف أو لشو هاي التقاليد والعادات. يمكن الأهل هنن اللي بيغرسوا هيدا القيم وهيدا العادات والتقاليد، يمكن نسبة الوعي لازم تكون عند الأهل من أول ما ينشأوا أبنائهم لحد ما يوصلوا بمراتب العلم والمعرفة. خلينا نحكي أيضا قديش مهم أنه نحن نفتخر بتقاليدنا ونتقيد أيضا بعاداتنا، ولكن ضمن حدود وأصول معينة، عدم المبالغة بأي شيء، لأنه أحياناً المبالغة فيه بيعطي طابع سلبي. صحيح. دور الأهل، نحن بنقول دور الأهل أيضا لأنه هن أساس التربية في المنزل. ونحن لما بنتوجه للأهل أنه أنتوا انتبهوا لأي شيء أنتوا بتزرعوه بعقول الأطفال من منشأهم الصغير، لأنه الطفل هو دائما شديد التأثر بالأسرة اللي هن الأب والأم والمحيط والإخوة. فأي شيء أنت بتتصرفي أمام الطفل فهو بالتالي حيكسب هاي اللي نفرض نقول العادة، سواء كانت سلبية أو إيجابية، بالتالي هي نشأت معه للكبر وتبناها، فصار يتصرف ضمن محيطه ضمن أسرته ضمن مدرسته. فبالتالي نحن كثير لازم يكون عندنا الوعي، الأهل لازم كثير ينتبهوا لضرورة إنه نحن ننتبه على العادات الإيجابية والعادات الجيدة. نحن نحاول إنه نحن ننتبه عليها، يعني ما تصير بمرور الكرام إنه إيه يعني هذا الشيء عادي ما في مشكلة، كل بس يكبر بيتغير. لا، لأنه دائما الأب والأم هن دائما يعني المعلم الأول في البيت. صحيح. فضروري كتير يكون في وعي من حيث هاي الشغلات اللي نحن لازم نتصرف، السلوكيات اليومية. هو المشكلة بس يكبر بيتغير، لأنه بفترة وقت الفترة يصير يمكن الشاب أو الصبية بعمر المراهقة، هون هنا بيصير عندهم رفض كلي لموضوع العادات. صحيح. بيعتبروها أنه ضمن إطار بين قوسين التخلف، هيك هن بيعتبروها المراهقين. هون كيف الأهل بيقدروا يفهموا أطفالهم أو هدول الشباب والصبايا اللي بعمر المراهقة، أو كيف بيقدروا يعطون أمثلة حميدة عن العادات والتقاليد طبعاً الجيدة؟ طبعاً دائماً هلأ نحن بنقول لما الطفل بيكبر بيصير بسن المراهقة، سن المراهقة له اعتبارات خاصة وله طريقة تعامل خاصة من الأهل ومن المحيط ومن الأصدقاء ومن حتى من المدرسة.
وقت بصير الانسان بسن المراهقه بصير هو عنده رفض حتى لشكله، حتى احيانا اذا بدك يعني مو بس للعادات مو بس للتقاليد. فنحن دائما بدنا نحاول انه نفهمهم انه كل ما تكون انت متمسك بتقليد جيد فهو هذا بحد ذاته انتماء. فالتقاليد الجيده اكيد لازم نحن نكون انه بطريقه سلسه بطريقه محببه نحن نفهمهم انه هاي التقاليد هي تقاليد جيده اكيد، وهي تقاليد بتعمل نوع من المحبه وبتعمل نوع من الالفه والروابط بالمجتمع. لكن هو مثلا اذا بدنا نقول الانسان المراهق حب يبتكر شيء من عنده ولنفرض انه بنظره انه هو هذا في تقدم او في تطور له، فاكيد نحن هون من باب الحرص اكيد من باب الحرص حنكون نحن ايجابيين معه ونتفهم وضعه. نعم. لكن بالمجمل هم لازم يكونوا فاهمين من الاساس كيف انه شو الفرق بين التقاليد السلبيه والتقاليد الايجابيه، ونحن نعرف تماما انه هي التقاليد اللي نحن لازم نمشي عليها إذا بتنفع باللاوعي بيربوا عليها. بالضبط هذا هو بيقول. أنا دائما زيادة الوعي حتى من الأهل بالأسرة الأول عزا، يعني مثل ما عم نشوف أنه هلأ العالم منفتح على الإنترنت، على التواصل الاجتماعي، على السوشيال ميديا الواسع، على اليوتيوب، ونعرف الطفل من أول ما ببلش بيوعى بنشوف صار بإيده الموبايل أو التاب. خلينا نحكي دعم يكتسب عادات مختلفة عن عاداتنا اللي نحن بصير عنده صراع بين عاداتي اللي هو ربيان عليها وبين اللي هو عم يشوفه عبر أو وراء الشاشة. هون عند الأم مشكلة كبيرة بأنه تصير عندها أنه لا هذا الصح، لا أنا شايف هذا الصح. قدي مهم ضبط هيدا الحالة لعدم الوقوع بتشتت، أحياناً بيؤدي لها كثير قصص بس يكبر. أنا بقول يعني بالمرحلة الأولى يعني نحن بالأساس لازم تكون في عنا مشكلة، لازم نتفادى سبب المشكلة. شو هو السبب؟ إنه أنا ابني يمسك موبايل، فليش؟ أنا دائما بقول إنه لا، بتوجه بنداء دائما للأمهات والآباء، هذا الشيء وهذا سلوك غير جيد. أساسا أي موبايل بيمسكه الطفل أو حتى الـ يعني أي ولد بعمر صغير فهو بيعمل مع الأيام تلف بخلايا الدماغ. فنحن بدل ما نعلم أولادنا أو نعطي الموبايلات لأولادنا فترات طويلة من النهار، ممكن نحن نحدد شو لازم يتفرجوا وشو لازم يشوفوا. يعني الطفل مو لازم يمسك الموبايل ويتصفح ويتفرج على كيفه، أكيد لا. فالمفروض أنه نحن يكون في توجه صحيح من الأم، في عندها وعي لهذا الموضوع، وتوجه ابنها بشكل صحيح بفترات معينة. وبالإضافة إلى هذا الشيء أنه نحن نمتنع عن، يعني نحاول قد ما نقدر نحن بوجود أطفالنا نحن نمي فيهم السلوكيات المعينة اللي بتغنيهم عن الموبايل، لأنه هذا الشيء كتير مهم. وحتى الموبايل بشكل عام بغض النظر عن موضوع العادات والتقاليد هو سلوك سيء جداً. هذا الشيء يمكن لازم يبلش من عمر صغير مع الطفل، لانه هو مشكله انه هن بهذا العمر بتلاقي الام مثلا انه مشغوله بامر ما فبتعطي الموبايل لابنها او بتعطي كتاب او كذا، فهي مفكره انه بهذا الشيء هو سلوك صحيح ولا هو ابدا سلوك خاطئ. نحن هون يعني ما بدنا بدي اقول لفت نظر موضوع مهم وهو توجه الاعلامي. الاعلام له دور مهم جدا 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 في غرس هاي العادات والتقاليد الايجابيه الحميده اللي بتساهم بارتقاء المجتمعات من خلال البرامج التثقيفيه، من خلال الـ حتى للاطفال. نعم. من خلال بعض البرامج الهادفه اللي بتكون هي بتحافظ على موروثات وعلى تقاليد بيئيه صحيحه وصحيه حتى بتوجه هون للاطفال. فهذا دور كثير مهم، مفروض الإعلام بكل العالم ينتبه على هذا التوجه. صحيح. صحيح. مثل ما ذكرتي العادات والتقاليد في منها الحميدة وفي منها السلبية. صحيح. جدا السلبية كيف لازم يمكن نحن نكافحها بحياتنا اليومية؟ كيف لازم نبعد عنها أو نسعى لتغييرها بطريقة يمكن ما تكون كتير هيك فجة أو بطريقة ما تأذي يمكن الناس الأكبر مننا لقدام؟ أكيد الاحترام الناس الكبيرين بالعمر هو من ضمن فينا نعتبره عادي صحي حميدة وإيجابية. دائما الاحترام للأكبر هو حتى واجب وليس عادي. صحيح. لكن إحنا لما بنقول تعقيبا على سؤال حضرتك، لما تكون أنت قاعدة بمكان وفي شخص كبير بالعمر فهو لما بيفرض عليك شيء معين، فمن الواجب ومن هيك الأخلاقيات الحميدة إنك أنت دائما تسايري. يعني دائما لما الإنسان بيكون عنده وعي، نرجع لموضوع الوعي الأساسي، لما بتكوني أنت واعية تماما إنه هذا عرف أو تقليد خاطئ فأنت بتعرفي تتعاملي معه بسلاسة وبمرونة.
نحن بنتجنب الشغلات اللي نحن ما مقتنعين فيها، بنتجنب الامور السلبيه اللي نحن اساسا ما بتضيف لنا شيء بحياتنا، لكن اي تقليد ايجابي ممكن انه هو يرتقي فينا ومن شخصيتنا وممكن يزيد المحبه بين بعضنا وبيمس هويتنا، ليش لا؟ اما السلوكيات الخاطئه او والشغلات السلبيه اكيد نحن بنبتعد عنها، لكن بالتدريج ممكن انه نحن ما نفرض راينا على غيرنا، لانه نحن بنقول انه في اشخاص يعني تمكنت فيهم هاي الافكار حتى يعني المعتقدات السلبيه الخاطئه جدا تمكنت فيهم، فما عاد يقدروا انهم يتخلصوا منها، لكن نحن كجيل جديد بنقدر انه نحن ننتقل للعادات الايجابيه الحلوه اللي نحن هيك كبرنا وربينا عليها ونحافظ عليها ونبتعد تدريجيا عن الامور السلبيه باناقه بتصرف انيق. نعم، يعني جميع الكتب السماويه يعني نعم. وجميع الاديان دائما هي محرض ايجابي لممارسه العادات صحيح. الاعراف التقاليد، دائما اي حدا ممكن يلجا لاي شيء هيك بيرجده للطريق الصحيح نعم. ودائما هون بيكون ايجابي. قديش كمان مهم انه نحن نرجع لربنا يعني صحيح. للكتب السماويه جميعا لانه هي صحيح. واحده وتصب نعم. في منحى واحد نعم. دائما نحن دائما بنقول انه نحن ناخذ الاشياء والامور الجيده اللي نحن لازم نتبناها عقيده وسلوكا من الاديان السماويه، لانه هي هون بتعطينا هو المنبع الحقيقي لكل الامور الايجابيه والعرف اللي نحن لازم نتبعه منهج بحياتنا حتى نقدر نمشي عليه ونحافظ عليه من دون ما يكون في عنا انتقادات. هذا المرشد الاعلى ما بيقولوا. فنحن الأديان جميعها كانت بشكل بتعطينا دائما انه الامور الجيده والامور والحكمه دائما من هاي الامور صحيح. وعلى الناس فهم هاي الامور لما نحن بتزداد ثقافتنا ووعينا لهي القصص، فنحن دائما بنعرف انه ليش وجدت او ليش نحن لازم نتبناها، لانه هي اولا واخيرا رح تساهم بارتقاء ذواتنا، وبالتالي كل فرد بيرتقي بذاته وهو حيرتقي بالمجتمع، واولا واخيرا يعني هذا المجتمع نحن بيمثلنا ونحن بنشعر بالفخر والانتماء لإله. صحيح. عايزة خلينا نعطي يعني شوية نصائح للأهل كيف بيقدروا هن يبلشوا بزرع القيم الأخلاق خلينا نقول العادات الإيجابية بحياتهم اليومية لأولادهم، كيف لازم ينظموا هذا الموضوع؟ أول ما نعطي نصيحة لابننا أنه نحن بدنا نوجهه لأمر معين، نحن بدنا نكون عم نطبق هذا الأمر يعني أمام الولد بالضبط. الولد هو مقلد من الطراز الأول، فعلاقتي مع علاقة الزوج مع زوجته، علاقة الأبناء بوالدتهم، علاقة الأخ بأخته، علاقة الأب مثلا بوالدته بالجدي، هذا كله هو عم يشوفه الطفل. فنحن دائما لازم نحن نكون ننتبه لأي كلمة منتلفظها. بعض العادات السيئة واللي عم تترك أثر سلبي، يعني إذا بنعطي بس أمثلة سريعة، ألفاظ لا يعني لا تنتمي إلينا، ما بعرف منين بيجيبوها، لمجتمعنا بعض الألفاظ السلبية اللي بتلفظها حتى الأب أو الأم حتى في المنزل، يعني هي هذا بالضبط الطفل بيمتص هذا الشيء، بيخزنه بعقله وبصير يتصرفوا مع اللي من عمره أو مع أصدقائه. فنحن كثير بنكون انتقائيين لألفاظنا لسلوكياتنا، بدنا نتدرب على هذا الموضوع. لو كنا نحن ما بنقدر إنه ما كنا عنا هذا الانتباه، لكن بالعلم ما في مانع إنه الإنسان دائما يتطور ويشوف شو هي الأشياء اللي عم تصرفها، هي اللي عم تعمل هذا الخلل بالعلاقة أو الخلل بهذا الموروث الحلو والموروث الثقافي اللي نحن بمجتمعنا. فننتبه كثير على هاي القصة، نحاول نحن تكون علاقتنا جيدة، نحاول نثقف أنفسنا ودائما نقرأ، نفهم أولادنا نحن من هن صغار أنه نحن أي شيء نحن نتصرفه أمامكم هو الشغلات الإيجابية اللي أنت بتصرفها مع أصدقائك. نعزز لغة الكلام الحلو والكلام اللطيف، نعود أبنائنا دائما يحكوا ألفاظ حلوة ونعلمهم أنه دائما يبتسموا، هاي كلها شغلات إيجابية بتزيد العلاقة. وأهم شيء أنه نحن ما نلتهي عنهم، دائما نكون نحن عم نزرع فيهم هاي الأمور، بالإضافة لما ننكر كمان دور المدرسة، فنحن منوجه نداء دائما أيضا للمدرسين والمديرين والمعلمين بالمدارس يكونوا هن في توازن وتكامل نعم. بالعلاقة.
بين نعم. الاسره والمدرسه. يعني عزه هيدا نعم. التفاصيل المهمه كثير لازم ينتبهوا عليها الاهل، يمكن احيانا بيغفلوا عنا، يمكن ضغوطات الحياه، يمكن الضغوطات هلا اللي عم يعيشوها الاقتصاديه، ولكن دائما يعني هدول ثمره هن جابوها، فلازم تكون منتجه. هي رزق من الله ونعمه، لازم نحن نحاول نعم. انه نحن نعطيهم هذا الشيء. نشكرك عزه عن جد على هيدا التفاصيل اللي قدمت لنا اياها والمعلومات، ان شاء الله يقدروا الاهل يستفيدوا منها. شكرا لك.